جمعية التربية الإسلامية، حملة إنما المؤمنون إخوة لنصرة إخواننا في سوريا. يا شعب البحرين الكريم، يا أصحاب الأيادي البيضاء، أنتم على موعد مع العطاء والبذل في سبيل الله يوم السبت الموافق 2 فبراير عام 2013 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء. نلتقيكم بإذن الله في الحج جامع علي بن جبر، المحرق جامع عمد كانو، المنامة جامع العدلية، مدينة عيسى جامع فاطمة، مدينة حمد جامع عبد الرحمن آجور، الرفاع جامع شيخان. معا لنمسح دمعتهم ونخفف من معاناتهم، معا لنضع أيدينا بأيدي جمعيتكم، جمعية التربية الإسلامية.